بعد رحلة استغرق ساعتين ونصف، مررنا خلالها بعدة مناطق سياحية أخاذة، كشلال جليالي بيك والجبال الخلابة المحيطة به ومركز قضاء سوران، وصولا إلى جبل برادوست والتي تعني الصديق الأخ، كونها متكونة من 110 جبال متصلة ببعضها. وصلنا إلى بداية طريق وعر أنشئ منذ بداية الثمانينيات، يعاني من تخسفات وانهيارات صخرية عديدة. قطعنا نصف ساعة نحو قمم جبال برادوست لنرسو بعدها عند مدخل أكبر كهوف إقليم كردستان والعراق وأقدمها، كهف بيستون، الذي يقع على بعد 129 كيلومتراً شمال أربيل. متابعي رودو عربية، مرحبا بكم في حلقة جديدة. بعد طريق وعر قضيناه لثلاثين دقيقة في السيارة يضم انهيارات صخرية عديدة، صعدنا إلى أعلى جبال سلسلة جبال برادوست المتكونة من 110 جبال، تبدأ من جبال جلي علي بيك تنتهي إلى قضاء مير ياسور. 110 جبل يتوسطها تقريبا كهف بيستون. هذا الكهف من أكبر وأقدم الكهوف في العراق والمنطقة، وكهف مترامي الأطراف، إلى الآن لم يعرف مدى طوله، لم يستكشف طوله، تم استكشاف 450 متر فقط من طوله تقريبا. لنذهب ونستكشف الكهف عن قريب، ابقوا معنا. سلالم هنا موجودة في الطريق، سلالم موجودة، نصعد السلالم. مثل ما قلت لكم 30 دقيقة احنا بالسيارة حتى اختفت القرى، صعدنا تقريبا قرب الغيم. ارتفاع هذا الجبل 1050 متر فوق مستوى سطح البحر. هذا ارتفاع هذا الجبل، صعدنا إلى أعالي هذا الجبل. كان الطريق وعرا جدا. تم اكتشاف هذا الكهف في عام 1950، وهذه بوابة الكهف، هذا المدخل الرئيسي للكهف، كهف بيستون. هذا الكهف مثل ما تشاهدون مشاهدينا، كل ما نقترب إلى الداخل يعم الظلام، صدى الصوت يرتد إلينا، أنا أسمع صدى صوتي لما أتكلم معكم، أكو هولينج بالمسألة، لكن بصري ما يمتد أكثر لأن أكو ظلام. لكن في البداية كما تشاهدون أشبه بالأعمدة والكلس المنحوت الموجود المتشكل منذ آلاف السنين. يعود هذا الكهف إلى العصر الحجري الحديث بما يقارب 5000 سنة قبل الميلاد. خليكم ويانا مشاهدينا وندخل نستكشف ما نقدر نستكشفه بهذا الكهف. طبعا الجو مختلف جدا، بارد الجو هنا. لو تشاهدون سقفية الكهف منحوت هاج جميلة، وأكو أعلى الكهف فتحة به إضاءة، هاي في بداية الكهف، بعدين في نهايته هذه الفتحات ممكن تنعدم أو ما راح نشوف أي فتحات أو إنارة تضيء الطريق. منحوتات جدا جميلة شكلتها الطبيعة، تلاحظها حالياً الكاميرا، هذه المنحوتات كأنما زخارف من الماء
نحتها الماء بصورة جميلة براقة، بصورة يعجز الإنسان عن صناعتها أو صناعة بمثل هذا الشيء. أشبه بتماثيل منحوتة، لكنها ليس لها شكل محدد من الكلس، وتشكلت على مدى آلاف السنين هذه الصخور في هذا الكهف الذي يعد من أقدم وأكبر الكهوف في العراق. شاهدوا معي هذه المنحوتات الجميلة في الكهف. سألنا أحد الحراس المتواجدين هنا، لقينا شقا في الكهف، قلنا له هذا ينفذ إلى مكان بعيد؟ قال لا، المكان جدا قريب، نشاهد هذا المكان. هذا مكان يجلس فيه شخص ممكن، حاول. يقول الحارس الموجود في الكهف إنه مكان استراحة يستريحون فيه ويجلسون هنا في هذا المكان، يقضون أوقات استراحتهم. الكهف الذي يعرف بأنه غير متناهي يضم عدة مستنقعات مائية، لكننا لم نستطع الوصول إليها، فلا يمكن بلوغها إلا بفريق استطلاع متكامل. أن هذا الكهف هو كهف مسمى بكهف باستون. الحقيقة أن هذا الكهف هو أقدم كهف تاريخي وأكبر كهف تاريخي في العراق، يعود تاريخه إلى العصر الحجري الحديث، أي 5000 قبل الميلاد و7000 قبل هذا التاريخ. وصلتنا هذه المعلومات عن طريق المستشرق الأمريكي الدكتور رالف سيروكي وزوجته زورا، عندما زارا هذا الكهف في سنة 1951. وبعد التنقيب والاستكشاف تبين أن تاريخ هذا الكهف يعود إلى التاريخ الذي ذكرت. الحقيقة أن هذا الكهف يقع ضمن جبل برادوست، وهذا الجبل يتكون من سلسلة جبالية يبدأ من قلعة ليباك وينتهي بقضاء ميرغسور، يتكون من 110 جبال. ولهذا الكهف طريقان طبعا، عندما تجي من أربيل إلى هذا الكهف طريق في منطقة حرير وسبيلك، وطريق آخر تجي من منطقة قلعه ليباك وهاوديان، ثم تصعد الجبل توصل إلى هذا الكهف. وفي الحقيقة طبعا أن هذا الكهف هو كهف تاريخي آثاري وله منظر سياحي، فالناس والسياحون يجون من داخل العراق، من كل المحافظات، من داخل أقليم كردستان العراق، من حتى من خارج العراق، فالناس يجون، خاصة الباحثون والأكاديميون يجون للبحث أكثر عن هذا الكهف. وقد استفاد الحركة التحررية الكردية من هذا الكهف، وخاصة في ضمن النظام السابق. فعلى سبيل المثال، قد عاش البارزاني الخالد عليه رحمة الله في سنة 63 في هذا الكهف لمدة 3 أشهر، هو وجماعته، طبعا خوفا من يعني الظلم والاستبداد الذي مارسه النظام البائد ضد الشعب الكردي والحركة التحررية الكردية. اللي وصل عندنا إلى حد الآن أن طول هذا الكهف تقريبا يصل إلى 450 متر، وأن عرضه من 15 متر إلى 20 متر، يعني يتفاوت، يعني أحيانا يكون أكثر وأحيانا يكون أقل. من يصدق أن هذه الأحجار الضخمة والأعمدة التي بنيت وقسم منها يشبه أشكال الحيوانات، إنها تكونت بسبب قطرات الماء التي تتساقط منذ آلاف السنين واحدة فوق الأخرى، شكلت هذا الكلس على شكل تحف فنية جميلة، لها أشكال غريبة، أشكال غير مفهومة، قسم منها تشبه أشكال حيوانات كما قلت لكم. لكن الغريب في هذا الكهف، لا نستطيع
خوض المزيد داخل الكهف نستطيع المسير أكثر تقريبا لمئتين متر تقريبا مشينا، ولا نستطيع، الأرض زلقة جدا، وكلما تقدمنا يصبح الكهف أكثر برودة. يعني درجة حرارة الكهوف الاعتيادية العالمية 8 درجة تقريبا. هذا الكهف لا، الآن أشعر بدرجة تقريبا لما ألمس هذه الصخرة كأنما أيدك داخل ثلاجة وشديدة البرودة، داخلها درجة حرارة 3 أو 4، ممكن درجة حرارة 8، وإذا تلاحظون البخار يطلع من الفم عندما أتحدث. ممكن الكاميرا ما ترصد هذا الشيء بسبب الإضاءة، الإضاءة معتمة جدا بهذا الكهف. تمشينا في هذا الكهف ولم نستطع اكتشاف أكثر من 200، تم اكتشاف 450 متر مثل ما قلت لكم من الكهف، لكن توقف الاكتشاف إلى هذا الحد. هاملتون هو مهندس ومشرف على طريق قلي علي بك الرايات حاج عمران. كان في سنة 1932 زار هذا الكهف البستون، هو مع حسين حزني مكرياني صاحب متبع زاري كرمانجي. كما يزورون هذا الكهف معهم الكابتن هونك، هم يريدون يوصلون هذا الكهف، يشوفون واحد راعي يقول انتم ليش جيتوا هنا؟ قال احنا نزور هذا الكهف. قال واحد قبلكم جاي لهذا الكهف اخذوا كل شيء. قال شيء اخذوا؟ قال له اخذوا اشياء اثريه، اشياء اثريه بالكهف، اخذوا راح معه حيوانات، شو اسمه؟ منحوتات الحيوانات؟ اي منحوتات الحيوانات. كابتن هون قال اني اروح واجيبها، قلت لا لا تروح لا تروح، كلها غابات بها حيوانات البريه. وعادوا حزن حزني مكرياني ومهندس هاملتون بدون اي نتيجه، بدون اي نتيجه. تم اكتشاف الكهف للمره الاولى من قبل هنري فيلد عام 1934، وفي عام 1950 عاد المستكشف إلى الكهف برفقة الباحث فؤاد سفر، ونجحت التنقيبات في العثور على قطع أثرية وأعمال يدوية تعود للعصر الحجري الجديد.